تستكمل رؤية استطلاع آراء عدد من المواطنين حول ما يعرفونه عن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الحكومة إقراره الأسبوع المقبل بعد أن نشرته على موقع ديوان التشريع والرأي. لأنه اللي فوق 700 يعني بتأثر بالضريبة، وأصلاً أوريدي هم معتبرين أنه 700 دخل عالي بصراحة على الغلاء اللي إحنا فيه. 700 مش أنه مرتفع لحتى نحكي أنه ما بتأثر، أكيد رح نتأثر. كيف بدي أعرف أنا خاض الضريبة ولا مش خاضة؟ يعني بنطلب من حكومة دكتور عمر الرزاز يشرح لنا بتفاصيل، لأنه هو أعطانا الأمل في الموضوع هذا. صراحة لا، جدا رح يصعب المواضيع يعني ويصعب الأمور، كل ما لها الحياة قاعدة بتصعب لقدام وما حدا متعاون مع حدا. يعني القانون مش منصف، يكون منصف القانون يوفر خدمات للشعب، يعني مواصلات الطرق الخدمات البنية التحتية. حتى لو مش خاضع لضريبة لقانون ضريبة الدخل، أنا يعني رايح رفع الضريبة رايح يرفع علي كل الأسعار، فعشان هيك راح يصير غلاء كثير، والراتب تاعي مش راح يكفيني انه معيش لاخر الشهر. راتبي شهري 300 دينار وعندي 8 انفار، يعني يا دوب يكفيهم مصروف واجار بيت، ولما ترفع علينا ضريبه وشي احنا مش قد الحمل هذا. كل مواطن اردني لازم يلحق 1000 ليره يا معلم، يعني يلا كفنه. طب انا بلحق 600 بدون ضريبه، يلا مكفياتني، اقسم بالله والله بدين وعزابي. يعني نهايه رايح المواطن يدفع هو الضريبه، التاجر مش راح يتغير عليه شيء. الضريبه اللي بدها تحطها الدوله على التاجر بده يرفع السلعة، يعني آخر شيء راح تتصفي على رأس المواطن. دخلي الشهري هو 600 دينار، طبعاً علي للبنوك بجوز 350 دينار، أنا مستأجر بيت ب 150 دينار ومي وكهرباء والباقي عندكم. رايح ينعكس علي سلباً، لأنه هذا الضريبة بدها تنفرض مثلاً على القطاع الصحي، كويس؟ الدكتور بده يرفع الكشفية، هذا مين بدفعها؟ مين بدفع الفرق؟ أنا اللي بدفع الفرق، حتى لو أني مش ما بنمس يعني مباشرة بالنسبة لراتبي. لازم يكون في قانون ضريبة، لازم، وقانون الضريبة راح يمشي، عرفت علي؟ لكن قانون الضريبة أنا شايفه أنه مجحف بحق الفقراء. أصلاً نسمع بسمعة، لو في ناس يفهمنا قانون الضريبة، إحنا فاهمين. لو تسأل واحد من الناس شو قانون الضريبة يقول لك أنا شو عرفني في قانون الضريبة. أنا دخلي تقريبا حوالي 2000 دينار ما بين إيجارات وعقارات، لا يوجد غيرهن، وراتب تقاعدي 230 دينار. الألفين دينار بروح، الألفين دينار في السنة بروح منهن 2046 دينار لضريبة المسقفات اللي هي ظلم وزور وبهتان، كانت علينا 1026 صارت 2046.